قالت لي فيروز إنه وضعها تحسن. أي الحمد لله، أغلب الأوقات عم بتكون على طبيعتها، بس لسه وضعها ما استقر، بدها شوية وقت. يعني صار معها مثل قبل؟ إيه، بس وضعها هلا أصعب من قبل وبدها علاج أكتر. قالت له للدكتور عن حادثة الحريق وكأنه حلم مو واقع. يعني هي لسه عم تتذكره؟ إيه صح. عم تتذكر عمر شي؟ لا أبدا. هلأ الدكتور قال إنه بكرة رح نبدأ بأول جلسة معالجة. هالشي رح يتعبها شوي ورح تكون مرحلة صعبة عليها. بدر، يا خوفي يصير فيها مثل جدكم الله يرحمه. الولد هذاك لساته برا؟ إيه، برأيي جيبوا لعنكم، خليها تواجهه خلال المعالجة. لا بدر، شو هالحكي هاد؟ ليش؟ بدال ما تهربوا لازم تضغطوا عليها، حطوها قدام الأمر الواقع. شو أنت جنيت؟ لا، عقلاتي لساتهم مناحة كتير أمي. كمان أنا بشوف أنكم لازم تخبروا مؤيد عن وضعها. ما بدنا نخبر حدا. شوف، إذا بيصير له خبر بتكون أنت المسؤول عن هالشي، فهمت علي؟ فهمت أمي. يلا بدي روح لعند أختك، أكيد بتكون هلأ فايت. انتبهوا على حالكم. وأنت لا تتعبي حالك كتير. بخاطرك. مع السلامة. نازلة على السوق بدي اشتري شوية اغراض، فقلت لحالي بسألك إذا بدك مني شي. لا شكرا كثير إليك. بعرف إنه الموضوع صعب عليك شوي، إن شاء الله بانا رح تتغلب على مرضى والأمور رح تتحسن، أنا واثقة. وأنا كمان واثقة من هالشي. طالبني بدر بيك. ايه، وينهم الاغراض عطا بيك؟ الهارد ديسك مانو موجود. نوها خانهم بعتتهم على الشركه من فتره وطلبت يحطوهم بالخزنه اللي بمكتبها. طيب شكرا. شكله امبارح بالليل جايب سيارته. اجي معك؟ ليش؟ خاطركم. يلا بشوفكم بعدين. مع السلامة. مبسوط؟ ارتحت هلأ؟ أخوك رح يترك البيت بسببك. أنا ما عندي أخ. مهند تعال عندي شوي. كيف تلعب هيك على أخوك؟ كيف طاوعك قلبك إنك تحرجه؟ خلاص أمي، أنت لا تتدخلي، انتهى كل شيء وما بقي شيء مشان أحكي فيه. من هون ورايح أنا ما عندي أخ، لأني محيته من حياتي.
أصلاً هيك أحسن، حمل ونزاح عن ظهري، حامل همك كل الوقت. ولا أنت ما بتستحي، كيف قدرت تحكي هيك؟ مين فينا هلأ الوقيح؟ تفضل قول. كذاب، مو قلت بتفديني بروحك؟ هربت وقت لقيت حالك بخطر وتركتني. كله صار بسبب جميلة، ما هيك؟ أنا صرت عدوك من وراها، ما هيك؟ هلا جميلة شو له علاقة؟ احكي لهم، يلا قل لهم إنك بتحبها. هالحكي شو له علاقة بموضوعنا؟ شوف انتبه منيح على كلامك وقت بتحكي معي وإلا بورجيك. هلا الحادث اللي صار بوقتها مو كان من وراها؟ يلا قول، أنت ما جنيت وقت اللي شفنا مع بعضنا؟ مؤيد، شبكون ومستعد موتك عند الطعام. يلا قول، انت مو لهيك رحت وسكرت وقتها، مو لهيك تخانقنا. اخرس، انت ما هربت من البيت وسكرت وقت اللي عرفت انها بتحبني. لا خلص اهدى، لك عم بقول لك اخرس، تتحمل تشوفنا سوا. انت ما رحت على السجن مشان تنقذني، انت رحت لحتى تعاقبني. ابي انا بترجعك تتركني. اهدى يا ابني، لك والله بموتك اخرس يا حيوان. مو مشان كانت مشان جميلة رسولها. انت بدك يعني يكون ممنوع لك كل عمري، اعترف بهالشيء. بدك تضل تسلني وتحسسني بالذنب كل عمري. وضيعت 4 سنين من عمري. بكرهك لانك واحد اناني ومصلحتي. انا بكرهك لانك ما بتفكر ولا بتحس بحدا من الناس اللي حواليك. لك انا بكرهك كره العمل لانك دمرت لي حياتي وتلمني على الفاضي. خلاص يا مهند، انا بكرهك لانك ما نزلت ولا حتى تعاطفت شوي مع اخوك. لك انا بكرهك لانه ما عندك اي احساس او حتى شوي ضمير. تكرهني لانك بتحب جميلة. لا وقف، لك لك والله بقتلك يا ابي. لك يا ابي خليكم، لا تعملوا هيك. خلاص صدقني والله بقتلك. انت هلا فعلا صرت عدوي يا واطي، سمعت ولا؟ من اليوم ورايح انت صرت عدوي حتى يوم مماتي. روح من وشي. بس يصير شي بينك وبين جميلة رح اذكرك، وقت رح حاسبك. يا واطي شو بده يصير بيني وبينك؟ لك يا قليل الشرح، شو بده يصير بيني وبينها يا شبيلة؟ طلع فيه. خلاص يا ابي تركني، ابي تركني. خلاص يا ابني بكفي بقى. مؤيد انت لا تقول يا قليل الشرح. الله احكي معه. تركيب الناقص منه. يا ابني لا تروح، الله يوفقك. مؤيد خليك، لا تروح، الله يخليك.